حلقة جديدة من سلسلة حلقات حديث العافية مع الدكتور عبد المجيد قطرنجي، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز قطرنجي لجراحة اليد. صباح النور والفل والنهار الحلو معك دكتور قطرنجي. صباح الخير وصباح النور على الأجمعين. نبدأ معك دكتور، بناخد نص دقيقة، هل تتابع مباريات المونديال؟ عندك وقت ولا ما تابعت أبدا؟ لا عم تابع طبعا. شو رأيك شو رأيك تعليقك دكتور على المونديال، على تنظيمه بقطر، على هاي ما وصف بالهيباكراسي في التعامل مع قطر كمنظم، كدولة منظمة، وتعليقك بالعموم على المونديال، يعني أهم ما لفت انتباهك؟ هو من جملة الأمور اللي بالنقاش اللي بيحتوي حتى بالمشافي وبين المحلات الأعمال اللي نحن فيها، إنه بلون هاي نوع من الاستعمار الثاني، إنه هن ما بيرضوا سبحان الله مع القوم العربي أو القوم المسلم، يعني بهالمناطق الأسيوية وكذا، ما بيرضوا إلا إنه بدهم يجبروا الآراء والأفكار تبعيتهم. ولكن لقيت إنه ال يعني الهيباكراسي، ما بعرف إذا النفاق هي the most صحيح. يعني صحيح. بجزء أفضل، ولكن خصوصا مثل هلا أستراليا صارت تعمل اعتراض إنه والله قطر بظلمها للعمال وما بعرف إيش. طيب أستراليا إلى تاريخ سيء جدا للأبوريجينيز حتى لليوم العصر، يعني في شعوب كاملة في أستراليا ما لون بيض، اسمه الأبوريجينيز، هن أصلا هن اللي بيملكوا الأرض اللي فيها، مستعمرين إلى الآن من ناحية أخذ الأراضي تبعيتهم، أخذ الحقوق تبعيتهم، أخذ الايدنتيتي تبعيتهم. وأستراليا لحد الآن ما بتعترف ومتصدح الأمور ما بينها وبين الأبوريجينيز تبعيتها. طيب قبل ما بدك تعلقي مع قطر، ما تصلحي بيتك أول شيء، بعدين نحن بنعرف للاجئين وبعض العمال اللي بيروحوا بيجوا لأستراليا كثير من الأحيان، إنه هن في ناس غرقوا بالسفن حوالي أستراليا، عم تجي لاجئة لأستراليا وأستراليا منعتهم الدخول. طيب إذا أنتم بدكم تحكوا على موضوع الإنسانية نفس الوقت، يعني تاريخه وهي السفينة اللي غرقت، إذا بتذكر غرقت سفينة من 3 سنوات 4 سنوات، يعني مو من مدة طويلة أو من عشرات السنوات أو من 100 سنة، يعني شيء حديث. نفس الشيء لما شفنا هالشعوب كليات اللي بدها تحكي على مثل ما يقولوا الأفكار البروغرسيف اللي موجودة هلأ نحن شايفينها بأوروبا أو بأمريكا. طيب لما حطوا الأولمبيا بروسيا ليش ما كان في اعتراض؟ أو لما حطوا الأولمبيا بالصين، بعد ما نحن نعرف أن الصين سجنت أكثر من 1,000,000 إنسان زي ما سجن هتلر شعوب كاملة، الصين عم تسجن شعوب كاملة بأرضها، وما حد حكى، ما حد عطار، كل واحد راح بده بس فرصة أنه يلعب بالمباريات الأولمبية. طيب لما تجي بالأخير للدولة مثل قطر، هلا قطر نسبيا حتى اذا بدك تعمليها بتوجيه باتجاه اوروبا، دوله متقدمه متحدثه، في يعني في فرص للناس. هن لما بدهم يحكوا انه الدوله القطريه ما انا متقدمه، طيب اكثر من 90% من العمال، مو بس من ناحيه العمل البنائي، من الدكاتره، من المهندسين، من رجل او نسوان الاعمال، من التجارة اللي موجود بقطر، تقريبا 90% من الناس اللي موجودين بقطر ما أصهم من قطر. فقطر فتحت فرص كثيرة للناس تجي تزور، تجي لأمريكا، حتى لأهون بكثير للإنسان يلاقي ويشتغل بقطر مما يقدر يجي لأمريكا. يعني الفيزا للعمل للغريب للأجنبي من كل أنحاء العالم بقطر أهون بكثير من يعني واحد يحصلها من أمريكا. فأنا كثير استغربت هالاعتراض توجيه. هل قطر بيرفكت؟ لا، بس في دولة بيرفكت أبدا. فيعني لقيتها كثير مزعج إنه لما بتجي لدولة قدمت اللي قدمته قطر، خصوصا يعني بافتخار إنه هاي دولة عربية، إنه لقينا هالرد فعل اللي شفناه من كثير من الدول الأوروبية. للمستمعين، في تعليق كتير جميل بالمجلة الحديثة تبعت الإيكونومست، وين هي نفس الإيكونومست، هي مجلة بريطانية متقدمة ومثقفة كتير، إلى يعني مثل ما بيقولوا تعليقات أو articles، يعني واحد يقدر يجتهد من وراها بالوضع الحالي السياسي أو الاقتصادي من كل أنحاء العالم. فحتى المجلة الإيكونومست من بريطانيا
اجت عم تدافع عن قطر وعم تفرجي النقاط وعم تظهر النقاط اللي انا عم وجه للمستمعين. دكتور يعني نقاط مهمه جدا لم اراها متداوله لا في الاعلام ولا حتى في الاعلام الغربي، يعني هناك نفاق غربي بامتياز، هل تتفق معي دكتور حتى اعلاميا؟ يعني لا 100%، انا نحن دائما كعرب دائما نتوجه انه بنقول للناس انه لو تشوفوا الاخبار لما بتجي باتجاهنا بنلاقيها انه هي بصوره، ولا بتجي باتجاه الاخر بصوره ثانيه. عاده الاخبار لو شو ما هي دائما في مثل توجيه سلبي باتجاه الامه العربيه، ولما بيجي للاخبار لاي مجتمع او اي دوله ثانيه بتلاقي شوي توجيه ايجابي. يعني اذا الواحد فعل عربي بتلاقي التعليق اللي عمل فيها في شيء سلبي من وراء، حتى لو عمل خير. لما بتلاقي نفس الواحد عم يعمل عمل شر من دول الثانية بتلاقي في شوية توجيه إيجابي حتى لو فعل شر. فيعني وأنا يعني لكلياتنا لما عم نستمع وعم نتفرج وعم نفتخر بالعمل اللي شفناه، وفعلا العمل الورلد كاب اللي موجودة بالقطر اللي عملوه اللي جهزوه اللي هيئوه شيء هائل وبيمثل كمان عز الأمة العربية، التكنولوجية العربية، التقدم العربي، الاجتهاد العربي اللي موجود. يعني قطر فعلا قدمت شيء يعني واحد بيقدر بيطلع عليه ويحس حاله أنه مو هي شغلة بس لقطر بس الأمة العربية، ولا صورة أكثر للأمة الإسلامية الموجودة. فبس سبحان الله لما تلاقيها لما بتجي للأخبار لهالشيء ما عم تلاقي غير أنه بدهم يلاقوا نقطة بسيطة بدون يكبروها ضدنا، وما عم يلاقوا كل الخير اللي نحن عم نشوفه، كيف الناس عم تجتمع، كيف قطر كدولة أفضل بكتير وأرخص بكتير ومهيئة أحسن بكتير للعالم كلياته لتحضر. يعني هلا الأعداد اللي عم تجي للورلد كاب وعم تجي باتجاه يعني بشان تقدر يعني تحتفل وتجتمع أهون بكتير للأفريقي أو للآسيوي يجي لقطر من نفس المجتمعات يروحوا لأوروبا أو حتى للأمريكا، لأنه من شروط الفيز والقوانين الجوازات والهجرة الدول الأوروبية اللي عندها إياها خصوصا باتجاه الناس اللي تجي من أفريقيا أو من آسيا. يعني شيء سبحان الله حزين جدا لما نحن عم نشوف الإعلان بس بده يطالع صورة سيئة لو شو ما كان، رغم كل الخير اللي نحن نشوفه من قطر. كلام منطقي، كلام رائع دكتور. يعني كنت أود أن أواصل لكن موضوعنا لا يقل أهمية عن هذا الموضوع الذي نتحدث عنه. نتمنى أن نتحاور في هذا الموضوع، يعني الهوية العربية المستهدفة والنفاق الغربي بامتياز الذي ظهر في قطر. دكتور فقط لأختم معك، يعني هناك صفقة أبرمت الآن بين ألمانيا وقطر لتصدير الغاز القطري بمليارات الدولارات. طيب أين هي الاعتراضات الألمانية على حقوق الإنسان؟ إذا كنا نتحدث من غير نفاق، يعني أين هو الاعتراض الألماني على حقوق الإنسان وملف حقوق الإنسان في قطر؟ إذا كان فعلا هناك نقطة وجيهة لديهم في ما أكثر الفرق التي يعني انتقدت ألمانيا كما شاهدنا عالميا. شكرا لك دكتور قطرنجي، إلى لقاء مستمعينا. هذه ليلى الحسيني تحييكم، شكرا لمن تابعنا، إلى الخميس مساء تابعونا.